ملي الا بغيتي راك بغيتي اللي ما علاش الطريق شتو غتبقى عندك واحد ساعتين في النهار غادي تموت ساعتين ساعه كاع ما بغيتيش راه تمشي تريح في القهوه صح غادي تمشي تريح في القهوه وفي الاخر تقول لنا ما كاينش الوقت صح انت البلاد ديال فايبر وبدا ازيرو دابا راه كيدير 1000 دولار في الشهر فايبر الا بغيتي راك بغيتي الدراري في المغرب دايرين العجب من الاي كوميرس في المغرب الارقام فهمتي كبيره بلاد تجي في 10 مليون في النهار كاين كيدو 5 مليون في النهار كاين لا الله بدا البارح كيدو في 20 درهم في النهار شوف كاين فرق واحد واحد خونا كيتحرك واحد خونا كيتسنى شي عجب يطيح من السما صح كاين واحد السؤال اللي راهو الاخ محمد يعاودو بزاف من الصباح هو مش مهم يسالنا يقول لنا هاو ماتش يو ميك بير مونث نت بروفيت باغي شي واحد فيكم يشرح له باللي ماشي مهم النت بروفيت هذا ماشي هو الموتيفاسيون اللي ما بقاش كندوي في لاف شحال كنربح حتى شي حاجه ولان فهمتي ملي جالس معاك واحد مثلا الله يحسن له فهمتي شوف هي مساله ديال المايند سيت اللي كيربح 100 مليون دولار يير عنده واحد المايند سيت اللي كيربح 10 مليون دولار يير عنده واحد المايند سيت وان ملي هذاك خونا اللي كيربح 3000 دولار في العام عنده واحد المايند سيت وانت تيجي تقول له هذوك الارقام ديالك فهمتي راه صح انا تنقول خاصو يذبح صح لا لا فريمون فهمتي ان صاحبك بحال واش كتحط ليه حياته كتقول ليه دابا انت حياتك كامله انا ديال الخفا لك في السيمانه ما يمكنش اصاحبي هو كيخدم عام كينوض مع السبعه الصباح وتمشي خدمت حتى لخمسة العشيه والطوبيس والزحام وكدا تجمع لا ما يجمعش جوج كا ديك 3.0 كدا كان اللي كيشد ديال 60 مليون في الشهر كتصرف كامله على الماط غير وفر زعما غير وفر واخا يكون معلم و تيتزقرم وماشي يعيش الحياه وكدا غادي يشيط واحد الكا واحد جوج كا اش مباسي عندك سؤال ممكن نجاوب عليه بلال خليك انت حيت ساكت من الصباح وانت ساكت انا كنا فيقش ما تاكلش ما تاكلش What's the future of e-commerce and dropshipping? بلال ولا اللي عنده رأي منكم؟ لا خلو بلال ولو Future of dropshipping انت والله من واحد عمي فهمتي الفيوتر هو الشيء غادي يكبر غادي يكبر غادي يكبر فهمتي الله البيجيت You can't predict future يعني لا وغادي الله البيجيت الموجة وغادي بدات الموجة وفيسبوك كيحمي هذه الموجة تاع dropshipping ولا special e-commerce special e-commerce يحميها ايوا هو الدروب شيبين خصو يكون فترة محدودة بنادم يدير راس ما صافي حيد الدروب شيبين لأن الدروب شيبين كله مشاكل السبلاير تعطل عليك بزاف مشاكل ديما عندك دي سبيس ديما لأن ما تكونتروليش بيزنس كامل خويا سيمو ممكن تجمع العمل في الويب مع القراية ديجا سولت حسام بالنسبة مثلا أنا أحب الطب والويب ممكن تجمعهم أنا باك متخوفة لنصدق لهنا لنصدق لهنا للهي واش من دومين تنصحني به الاخت لبنى انا لا سميش منتي راه ممكن تجمع بين العامل والفلوس نقدروا نقولوا ممكن لان كاين امثله كنعرفهم كيديروا 5 كاس تاع كاف النهار وكيقراو انا الاخ محمد كيقرا ويدير نقرا ونخدم يا واو كاين كاين معنا في سنغافورة كاين يس يعني وصل تقريبا ما شاء الله داير حتى 90000 دولار في الشهر وكنت حطيتها في البروفيل يقرا جميع الطلبات كيقرا في لو اس جي يعني وعندو الخدمة عامة 90000 دولار في الشهر ملي الا بغيتي راك بغيتي اللي ما علاش الطريق شتو غتبقى عندك واحد ساعتين في النهار غادي تموت ساعتين ساعه كاع ما بغيتيش راه تمشي تريح في القهوه صح غادي تمشي تريح في القهوه وفي الاخر تقول لنا ما كاينش الوقت صح وهي كلها ديسبلين ديسبلين كاين اللي ما عندوش راس المال وكيبدا غير بايباي كيسالي قرايه عنده ساعه في كل نهار كيجيك حط فيها جوج بروداكت وتمشي حاجه فايبر بلا ما نقول سميتها وسميتو راك عارف فهمتي البلاد ديال فايبر وبدا ازيرو دابا راه كيدير 1000 دولار في الشهر فايبر الا بغيتي راك بغيتي الا بغيتي راك بغيتي دابا راه كاين كتقول ليه فايبر بالمناسبه كاين كتقول ليه فايبر شوف لي كشنو جبتني زعما نولي هذه الكلمه الجديده والله خرجت حوفار 2.0 يعني فهمتي دابا سجلتي حوفار صار انا فهمتي انا ما عرفتش شنو كنتي خدمتي انت تجي حنا كنتي بارابولات انا كنت كنفورماتي في سيات العباد الله انا كنت كنفرق في البلايص في السمقه دونك انا حفار فيرجن 1 انت صاحبي كل حفار 2.0 قصور احسن منا صاحبي كاين سؤال من عند الاخ ابراهيم سؤال الاخ بلال في شوب لا الاخ حسن خويا بلال ولا سيمو شنو بان لكم بيع منتوجات مغربيه وشي نصائح
الدراري في المغرب دايرين العجب. الدراري في المغرب خدامين دروب شيبينغ في المغرب، شي دروب شيبينغ عندهم ستوك في المغرب، كيخدامين اي كوميرس في المغرب، الارقام فهمتي كبير. بنادم كيدوي في 10 مليون في النهار، كاين اللي كيدوي 5 مليون في النهار، كاين الله بدا البارح كيدوي في 20 درهم في النهار. شوف كاين فرق واحد، واحد خونا كيتحرك وواحد خونا كيتسنى شي عجب يطيح من السما. صح راه غادي تمشي دابا غادي تسيطابي السطور ديالك، غادي تشد اي برودوي اي برودوي اي تجلى راه جات لبو عباد الله، وماشي بداك الثمن اللي كتخيل. الا كنت انت ما قادرش تشري ب 300 درهم باش تعكس الصوره ديالك على المغرب كامل، تقول المغرب كامل ما قادرش تشري ب 300 درهم. حاجه وحده اللي كاينه اجي نقولها هي كاين الروتور، كاين يعني هادي سان ديال هادي صرفت البرودوي لعباد الله لازم يكون كاين الروتور مشاكل. مي غادي تحسبها غادي تقول مثلا 30% وبزاف 30%، نقول 30% ديال لي برودوي الا كنت كتكونفيرمي بالتليفون ما تكونش 30%، غادي نقول 30% ديال لي برودوي هما اللي ترجعوا لي بيان سور. التارغيتينغ ديالك غادي دير 25 عام الفوق، لان ملي تشتروا عندك الدراري صغار راه معروفين الدراري صغار، غادي دير 25 عام الفوق وغادي تكونفيرمي. الا في التليفون جاب بلي هذاك خونا مبراش ما غاديش تصيفط، انت راه من التليفون باين كلشي خونا كيدوي راه باين واحد بعقلو. المهم من طردو 30% تمشي تاجوتي في البرودوي الثمن ديالو 30%، في الاخر راه غادي تخدم. شوف المغرب، المغرب، تونس، الجزائر، الجزائر شنو داير الخوت ديال الكوميرس؟ كيبيعوا دروب شيبينغ في لا لا ماشي دروب شيبينغ، كتكون عندهم السلعه كيبيعوا كاش اون ديليفري في الجزائر. كاين سميت الصاف ناسي وامه ديال الدراري، لان الماركت في المغرب باش مزيان دابا واخا شي خوان ما تيحملونا فهمت راه دابا تطلع عارف مشاكل فهمتي كتنوض لهم دابا المحل دابا ما عادش باسيو هذا الشيء. دابا المغرب شنو اللي زوين فيه هو ان واحد عنده انا فهمتي انا مقاس في الطيران ما يمكنش نجي نزحمك في المغرب، خاصني يكون عندي شركه في المغرب وعندي دراري في المغرب وستوك في المغرب وكلشي في المغرب. واحد ميريكان ما يمكنش يجي يزحمك في المغرب صح، لان خاص تكون عنده السلعه في المغرب ويكون كيشيك في المغرب وكيتخوف بامانه صح. الناس ما كتجبدش الكريديت كارد صح، وبالتالي السوق ديالك صاحبي تبرع فيه. عندنا الاخ ما عرفش اسمه كيفاش داير هذا سؤال المليون هذا سؤال المليون، اتمنى الاجابه اخي. اذا كان عندك راس مال 2000 دولار بماذا تنصحني، هل بشوبيفاي ام امازون؟ اذا كان عندك عنده راس مال 2000 دولار تنصحني بشوبيفاي ولا امازون؟ انا انا امازون نقول انا امازون فهمتي، نقول راسي انا راه مثلا امازون مزيان فيه مزيان فيه باش نقدر ندرب فهمتي نجاوبو مزيان. امازون غادي يسولو على عاود يسولو بسؤال واش انت راضي ب 100 حتى 200 100 200 حتى 400 دولار في الشهر قليلة دونك هذا هو امازون هذا هو وبيان سور 2000 ما غاديش يبدا بها 2000 مستحيل خاصو يشري بها السلعه وخاصو يشري لي ريفيوز وماشي بقاش دابا تمشي تشري الريفيوز من البلايص المعروفه ولا يعسوهم ولا شحال تمسح ليه ديال الريفيوز شحال ديال الريفيوز ضاعت فيهم يعني خاصو يمشي عند ناس تكونتاكتيهم بريفي صح ديال هاك خذ البرودوي ديالي 40 دولار وكتب لي ريفيو مزيان واحد الثمن تمايا عاد باش يوصل البرودوي ديالو ماشي باش لي هادشي بان شوبيفاي تبدا ب 2000 دولار شوبيفاي 2000 تقدر شويه ولكن ريسكي انه يصير راه ما يدري يقدر يبدا بين ادس شوبيفاي تنجم تشوف هو المساله نتاع 2000 دولار شحال من برودوي لازم تيستي باش يلقى الوينر هادي مشكله فكو لازم في الحقيقه لازم 2000 دولار ويمكن 200 ساعه باش يتعلم يسباي مليح ويعرف الماركت ريسيرش والبرودكت ريسيرش باش يميتريزي فيسبوك اد باش نو امور فيسبوك اد باش نقولوا راه ميتريزي فيسبوك اد نقولوا راه ميتريزي فيسبوك اد غير تست المشكله لازم يلقى الوينر باش يلقى الوينر لازم الوقت باش يتعلم كيفاش يعمل برودكت ريسيرش ونيت ريسيرش وماركت ريسيرش اكسترا باش يمينيمايز يعني مينيمايز ال شنو مينيمايز يصغر ال 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 الشانس تاع اللي هو فجوة الشانس تاع الخسارة جاي يلقى برودوي يصغر فجوة الشانس تاع الخسارة جاي يلقى برودوي سير فوالا ديك وي سي سا يقول لازم بالحق لازم معناها سوايع باش يتعلم وبعد 2000 دولار هذوكم ينفستيهم في الفيسبوك ادز الفيسبوك ادز ما ينجمش يتعلموا من فيديو ما ينجمش يتعلموا من اي بوست ما ينجموا يتعلموا من حتى حاجه لازم يتعلم لي باز تست مي لازم يتستي صح لازم يتستي ولازم لانه فيسبوك متقلب اليوم راه الفيسبوك ادز يجيني كيما لي زار مارسيو يعلموك الجاب ويعلموك الكروس والهوك والكيك والسايد كيك انا فيسبوك يجيني بعد كي لو حوك في كومبا اختار شنو باش تلعب
اختار شنو باش تخرج فيسبوك واخا سميتو بحال نقول لك فيسبوك بحال كتعلم العومه فهمتي ما يمكنش تعلم العومه من كتاب ولا من فيديو تفرجتي فيه ولا شي حاجه ولا بغيتي خاصك تلاح في الماتش شويه تما يا تخسر شويه طلع عاوتاني وغادي تمشي باش تبدا صغير غادي تلبس دوك لي بوا هكا وغادي تمشي تلاح ب 5 دولار فهمتي وتبقى من بعد يحيدوا لك وحده اللي تدوز 10 دولار وغادي تستمر فيسبوك راه ولا بحال كيما بيبال بيبال ما عندوش قانون هو كاتب لك القوانين بس ما عندوش قانون فيسبوك ثاني راه كاتب لك قانون بس ما عندوش قانون بحال اش تفسير بحال بار اكزومبل راك درتي ايماج عادي بحال كنت انا داير واحد ما نقدرش نشرح طريقه تاع الاعلان تاعي اللي درتو كنت وريته الحاكم ورجل ديال الفيسبوك لايف ادز هذيك الطريقه راه خرج لي دابا عليها ميساج قال لي الميساج هذاك ما تزيدش تستعمل طريقه وريتها لك تاع لايكس هذه خرج لي عليها ميساج قال لي هذه الطريقه ما تزيدش تستعملها انا جربها انا ونقول لك باسكو راك تطلع بزاف السي تي ار لا شو اي حاجه تطلع سي تي ار اي حاجه المهم في فكره كي قلنا نحطوا البلاي في البلاي البلاي شاد هذا الشيء وهاد البلاي دوكا في لي باج طيح الريتش لا شفت هذاك الكادر حيدو اذا اي حاجه بغيت تطلع بها سي تي ار حيدها لا يعني انا واش بغيت نقصد انه الفيسبوك اليوم راه عنده قانون غدوه راه قانون هو خاطر يدير الابديت سكين حنا كنا خدامين من الاخر فهمتي الحايو كيبيعوا في السوتيانات ديال العيالات باش نديو من الاخر فهمتي كنا خدامين على السوتيانات ديال العيالات في الطاوله تتباعوا للعيالات ادفيرتايزينغ تتباع للعيالات لا 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 فهمتي دابا جوج عندكم العيالات دابا جوج انا خاديني انا ندرس السوتيانات هذا الحايو في السوق فاش تيبيعوا فهمتي باش نساليو هذا الموضوع ديال الحلال الحرام هي حاجه من اللباس كتباع لا سكين قلنا له واحد البرودوي اخر سكين اكسبوزر عرفتي البرودوي ديال الكرش ديال اللي تيقبع الكرش قلنا له هو هذا مالو سكين قال لك نجيوك من الاخر هذا فيه موديل كتاتيري هذا ما فيه هذا جايبين الاشخاص قلت له هذا القانون ما كاينش عندكم قال لك لا حنا كاتبين غير دونت شو فهمتي واحد انت هذا قانون خرجوه من غير قانون ما تبينش واحد الكونتيتي كبيره ديال السكين صح قلت لهم دابا شوف جينا من الاخر كيفاش حنا غادي نقدروا من الاخر كيفاش غادي نقدروا نبيعوا السوتيانات عندكم في فيسبوك ويقول لك شوف من الاخر غتحيد داك المودلز يو هاف تو بي براند تحيد يو هاف تو بي براند غادي تجيب سيده عاجله غادي تجيب كذا غادي عرفتي علاش ولا تكون براند معروف هذا فيكتوريا سيكر فيكتوريا سيكر ولا شي حاجه هذا براند معروف كيكون عنده الابيليتي انه يدير لا براند هذاك براند ديال باج اصلا ما علاش شنو ديال كيما ديتين يقبلوا غير البري ابروفد ادفرتايزرز بري ابروفد ادفرتايزرز كاين سؤال بلال ممكن تجاوب عليه الاخ كان سال قال لك كيفاش حتى تلقى برودكت ريسيرش يعني كيفاش حتى تلقى برودكت كاين حاجه اللي تلعب فيها انت عادين شنو هذا شيء جاوب الناس هنايا والله لا شفت فلوس التليفون صح اجي 8 مليون دولار اجي 8 مليون شراي شافوا الفلوس فاز لا لا تركز لنا شو تتعلم انت يا اخوي انت تعرف انت عادل الدراري رانا عيني وخا فهمتي مع الناس باش تلقى برودكت واش تبلوكي دوك لي كاتيجوري ديال الادز في ادسنس واش قال لك حسام واش تبلوكي دوك لي كاتيجوري ديال انا كاتيجوري ديال الجامبلين و المقامره هذا كامل البوكر بلوكيهم انا لا انا على حسب اخي واحد الكونت نستعملو نصرف به على لا فامي هذاك سان بلوكي مطلع فر فهمتي مبروكي بعد لي كاتيجوري لا مبروكي بعد لي كاتيجوري ماشي كاملين بروكي ديتشينغ بروكي فوز بروكي تبلوكي السحر الاسود السحر الاسود يطيحوا لك ثاني السي تي ار هذوك الصاد سيرتو هذا ديال السحر الاسود اش تتسنى وديال الجود والريليجن وهذا كان بلوكي من هنا كامل الدراري عياو ومشيو نعسو طلعوا لي فراسك ان شاء الله طلعوا لي فراسك